حسن من محافظة القاهرة. السيرمون بصراحة أنا يعني استعملته كتير بدور عليه. حضرتك بقالك قد إيه بتستخدمه؟ يعني فوق 6 شهور. تمام. الأداء؟ فوق الممتاز. العربية ما بعرفهاش، غير النعومية في الموتور، غير السحب، غير توفير البنزين، لا حاجة فوق الممتازة فعلا. حضرتك بتنصح الناس تستخدمه؟ جدا. وعمل طفرة فنية في عالم الوقود؟ وسعره رخيص، سعره رخيص جدا، مش يعني بخلاف السعر اللي هو آمن على عربيتك. آمن، وبعدين بيوفر معاك البنزين. لاحظت الفرق كمان مع البنزين بيوفر. يعني هجيب حق العبوة؟ لا وأضعاف. لا وأضعاف. احنا بنقول اللي موجود، حق العبوة على الأقل. في ناس بتنصح تستعمل 95، لا أنا أحط 92 وأستعمل السيرامو أحسن بكتير. انت حسيت هو امن على العربيه ذات نفسها؟ امن، ما اثرش معاك. العربيه ماشيه معاك كويس وفايق. انا بالعكس العربيه بتزعل مني لما ما بحطهاش. هو بس مشكلته ان يعني ايه، مش منتشر قوي. ان شاء الله يبقى متواجد في كل الاماكن، ان شاء الله نوفره في كل الاماكن، لان بجد العربيه بتزعل مني. شرفنا بيك يا فندم. ربنا يخليك.